حاجه كنت اللوغو تاع سنوتاكس ديال جيس خوزي السيرفي رانا اليوم في المستشفى المحقن بمناسبة هذا الهبة اللي راها من مؤسسة سوناتراك لفائدة المستشفى المذكور. الهبة تتمثل في معدات طبية ومستلزمات التنظيف، منها لو جيل هيدروالكوليك، لي بافيت، لي سوليسيون هيدروالكوليك. هذه بطلب من والي ولاية وهران الرئيس المدير العام لسوناتراك اللي كلفنا باش نديروا هذه الهبة للمستشفى المذكور. باسمي الخاص وباسم إدارة المستشفى نتقدم جزيل الشكر السيد الوالي ولاية وهران والسيد المدير العام لمجمع سوناتراك على هذه اللفتة الطيبة التي تبرز من خلالها أو تدر في أعماقها التضامن الشعب الجزائري في هذه المحنة وهذه الحنكة وهذه الجائحة العالمية.